استاذن في شيخ في طرح هذا التقرير، لم نطرح هذا التقرير مشاهدي الكرام الا لما عظم شرهم وغزوا بعض القنوات العربيه وقدم بعض الناس ان لديه من الكرامات والخوارق، هذول اولياء الشيطان جدد غير الولايات، انه يستطيع مثل ما قال الشافعي يعني يطير في الهواء ويمشي على الماء. انا اسالك يا شيخ الان، هؤلاء ما حقيقتهم الذين غزونا الان في قنواتنا العربيه؟ واؤكد ان هذا الامر للاسف الشديد فتن به الناس. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: وإن منهم من تحمله الشياطين على الهواء ويمشي على الماء ويطير في الهواء. ويقول إن انظر ولقد رأيت يزعم يخيل للناس أنه يعني يقطع نفسه وأنه يطير وأنه يمشي في على الماء. والله لو كان هذا شيخ المنشار وحنا موجودين بإذن المنان فكبرنا وقلنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لتولت الشياطين ولها ضراب ثم تقطع أنصاف يموت. والله يهنا. وانا يعني خلي بس نشاهد هذا اللقطات فيه. نعم شيخ. ساقص عليك بعض القصص من بعض الولايات اللي عندهم كرامات مضبوط حصل لهم الشيء العجيب. هذا يزعم انه يمشي على الماء ويطير في الهواء مثل ما تشاهدون الشيخ. طبعا هذا شيء مذكور من مئات السنين. انا اقول يا شيخنا الكريم، لماذا نورد هذه المشاهد؟ يعني حتى يا شيخ ما يلومنا بعض الناس، نحن نقول يا شيخ هؤلاء ليسوا بشيء، وأن الشياطين هي التي تفعل هذا الفعل بس. لا بنعلمهم بعد شيء. احنا عارضين وشان بنعلمهم شيء. إذا شاف واحد مثل هذا خله يقول الله أكبر الله أكبر. والله يسقط. والله يبطل فعله. نعم والله فعل. يسقط يا شيخ. أنا سأذكر لك قصة. في يوم من الأيام جلست ننتظر ساحر. بودني شيخ لو تأجل قصة إذا سمحت لي معلش. علق لي شيخ على التقرير الذي تشاهد الآن وبعدين أعطي القصة الله يحفظك. طبعا هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يذكر. يقول طبعا انا اتكلم لك عن كل كلام شيخ الاسلام سبق وذكرت لك انني جمعت كلام شيخ الاسلام ابن تيميه كله. لكن في ثلاث اشياء انا ما شاهدتها: الطيران في الهواء والمشي على الماء. انا ما رايته يعني انا ما وقفت على انه اليوم وريناك اياها اليوم جزاك الله خير وريتني اياها. لكنه حصل بيني وبين احد الاشخاص اللي يقول انا ساتسلق بعض العمائر فقلت له والله ان تسلقت بالعرض العمائر والله لتسقط. فامتنع. صحيح. امتنع عن هذا. طبعا يقول شيخ الاسلام تحمله مشي وقد رايت ان فلان يخرج من قلعه كذا من قوه هناك فيطير الى جبل قاسيون وان الشياطين تحمله وان الشياطين يقول وان الشياطين تجعله يمشي على الماء مثل ما نشاهد الان. اي نعم. ويقول وانه يقول وانه هذا الان يا شيخ يزعم انه يمشي على الماء ويرى الناس تصوروني الان. وللاسف يا شيخ اؤكد هذا يعني هذه احدى المظاهر ايضا انه يطير في الهواء. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه: وانا لنراهم تحملهم الشياطين في الهواء فنقرا شيئا من القران ونذكر الله عز وجل تفلتهم الشياطين. الله اكبر. يبطل السحر. يبطل يبطل العمل. ولعلي ان شاء الله بعد البرنامج يعني بعض الحلقات اذكر لك بعض القصص التي وقفت عليها لبعض هؤلاء. هؤلاء والله اذا شاهد الموحد هذا يا شيخنا الكريم انا عندي اقول ان مثل هذا يزداد ايمان العبد ويعرف ان هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جاء رجل للصحابي للنبي قال: يا رسول الله ان كنا ناتي الكهان. قال: لا تاتيهم. قال: يا رسول الله محدثون عن شيء في شيء خوارق شيء غريب جدا شيء يخالف الواقع. قال لهم النبي ساحي. قال لهم: هم ليسوا بشيء، ما عندهم شيء هؤلاء. اذا هؤلاء اولياء الشيطان. ما عندنا. واذا راى الواحد، وللاسف الشديد انا اقول بعض القنوات العربيه تتولى هؤلاء وتقدم لهم برامجهم، وبعض المدن الترفيهيه مدن الملاهي والالعاب تستقطب مثل هؤلاء والذين يستخدمون الشياطين، نقول اذا رايت مثل هؤلاء ثق ثقه تامه انهم مثل ما ذكر الشيخ انما هي ولايات وعلاقات مع الشياطين. بس هذه ونقول أيضا يزداد الإنسان يقينا وإيمانا بالنسبة. ونقول من هذه أيضا القناة أيضا الشيخ إلى أصحاب القناة الأخرى: اتقوا الله عز وجل لا تفتنوا المسلمين. واحد. ونقول لكل أب: اتق الله لا تذهب بأبنائك إلى خارج البلاد يشاهدون مثل هذه المشاهدات، فإن الأماكن الموجودة نحن لا نقول لك إنها حرام مجيئها، هي حرام ما عندنا شك في حرمة الذهاب إليها، لكن نحن نقول لك إن مثل هالمكان تتواجد فيه الشياطين وتراها خطر على أبنائك وعلى زوجتك، فلا تلومن إلا